المباراة النهائية لبطولة الكأس المحلية هنا في إسبانيا، البطولة الثانية في الكرة الإسبانية بعد منافسة الدوري. الكل عين على اللقب في أجواء كبيرة في الملعب. سنكون معكم بعد قليل مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو. مشاهدين الكرام، تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، على بعد لحظات قليلة جدا من نهائي كأس إسبانيا، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة يواجه فريق ريال مدريد. المشوار لم يكن سهلا، الطريق لم يكن ممهدا في كأس إسبانيا حتى الوصول للنهائي. الآن مباراة الحسم، اللحظات الأخيرة، من سيتوج بالتأكيد ويرفع الكأس لدخول التاريخ. هي مباراة كل والكل عليه أن يقدم أفضل ما لديه. الآن ينطلق الكلاسيكو لتبدأ نبضات القلوب في التسارع في قمة كلاسيكية بين ريال مدريد وبرشلونة. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، ديول سيبدأ مع سيرجيو بوسكيس في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد روبرت ليفاندوفسكي. فرصة هدف أمام ليفا، أوهو، ويسجل البارسا هدف يحرك الشباك، ضربة أولى في النهائي. الله على الكرة، بحثاً عن التاريخ. المباراة بمنعطف آخر، بمنعطف كبير من جانب البارسا. شوف الإعادة، هدف من تمركز صحيح وتسديد صحيح في توقيت صحيح. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فالفيردي تصل إلى كارفخال، مودريتش، كرة تذهب لكريم بنزيما، تدخل وكرة تبعد. الآن مع فالفيردي، الآن الكرة مع ديمبلي، الكرة بتضيع من عثمان ديمبلي. تشاوميني، كرة بتعود إلى كريم بنزيما، يسدد الآن، تير شتيغن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. انتهت الخطورة هنا. بيرلا ميندي، فينيسيوس وفيها خطورة. يا الله على التصدي، تير شتيغن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا، تنفذ بشكل قصير، ذكاء من المدافع. انظر إلى القراءة لهذه الكرة بشكل ممتاز. كريم بنزيما، وصلت إلى تشواميني، تسويب على المرمى، الحارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. خطأ في لعب الكرة، هل نشهد عقابا سريعا؟ فرصة تعديل النتيجة. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. ألبا، عرضية من جوردي ألبا، اعتراض ناجح هنا للكرة العرضية. تدخل ممتاز وافتكاك للكرة في منطقة الخصم، خرج بالكرة بدون أي ضغط. فرانكي ديونغ، عرضية مقطوعة من توني كروس، رمية تماس للبارسا، توني كروس في المكان المناسب لاستعادة الكرة. كريم بنزيما، الله على التمركز، المدافع يتدخل لإبعاد الكرة العرضية.
ضربة ركنية قد تكون فرصة التعادل لريال مدريد. ولا نهاية شوط المباراة الأول. انطلق الشوط الثاني مشاهدينا من هذه المباراة. ريال مدريد عليه ضغوطات لأنه مطالب بالهجوم من أجل تحقيق التعادل. توني كروس، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. فرصة كبيرة بتضيع على ريال مدريد في ظل بحثه عن تسجيل هدف في العودة هنا في هذه النتيجة. إنسو فاتي، جوردي ألبا، عرضية على القائم الخلفي، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. قرار سليم من الحكم بعدم تعطيل هجمة ريال مدريد. تدخل حاسم في المكان المناسب. عثمان ديمبلي، كرة عرضية من ديمبلي، كرة بتعدي بجانب المرمى بدون أي مشاكل. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. بيرلا ميندي، تشاوميني، بينية تكسر الخط الخلفي، فرصة هدف الآن عند كروس. تصدي رائع لهذه اللقطة. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. كرة لا تمر من تير شتيغن. واضح ان الفريق عنده مشكلة هجومية كبيرة في استغلال الفرص، قادر على صناعة فرص كثيرة امام المرمى، لكن في النهاية لا يستثمر هذه الكرات، سبب في تأخره في النتيجة. الجهاز الفني بحاجة الى تدخل والى عمل كبير في هذا الجانب. الحارس يبعد الكرات الرأسية التي لم تشكل خطورة. توني كروس، ملعوبة الى هازارد. يتقدم ريال مدريد بحثاً عن التعادل في اللحظات الأخيرة للقاء. هذه هي، المدافع يقطع الطريق بكل فدائية. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. هذه كرة هدف الآن. رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. ركنية إلى داخل المنطقة. انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. ضاعت الكرة هنا بعد تمريرة تفتقد للدقة. حكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. وهذه صافرة نهاية المباراة لتبدأ الاحتفالات والأفراح بعد الفوز بالكأس. يا لها من مشاعر، يا لها من لحظات، يا له من انتصار رائع هنا. الفريق لحق تمكن من الفوز وحقق اللقب. نقول حظ أوفر للخاسر، مبروك للمنتصر. هذه كرة القدم، دائما هنالك تنافس، دائما هنالك افراح واحزان، دائما هنالك ليالي.